يوم تحفة والجو حلو قوي قوي ومتدربة زي السكر زي ما انتوا شفتوا او تابعتوا قبل كده. هي ما كانتش بتسوق عجل خالص وكانت جاية قلقانة وخايفة زي اي حد ممكن يكون خايف ايه اللي يحصل. والموضوع فعلا اخد وقت بسيط جدا، اخدت الكورس معانا وكانت فعلا ممتازة خطوة خطوة، خدت كل خطوة لوحدها، خدت وقتها في ان فعلا تتعلم صح، تتعلم بشكل سليم. والنهاردة هي طالعة معايا على الطريق، انا قد ايه فعلا فخورة بيها لان انا شايفاها قدامي من اول ما بدأت التزان عشان ما كانتش بتركب عجل لغاية النهاردة وانا طالعة معاها على الطريق ورايحين على السخنة. بجد حاسة ان انا يعني مبسوطة جدا، مش قادرة اقول لكم على وظافات قلبي في ان انا فرحانة باللي هي وصلت له ده. انا مبسوطه قوي. الموضوع مش صعب على اي حد، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب، فولو على الانستجرام، فولو على فيسبوك وكمان التيك توك. بالتوفيق لكل المتدربين اللي معانا. ويا ريهام هزعل منك لو شفتك من غير جوانتي تاني.